يعني احنا لما نتحدث عن هدوء نقول والله هدوء خلينا نقعد في جلسه طارئه. الان اكو مشكله سياسيه انعكست على الجو العام لمجلس النواب. هذه المشكله السياسيه وشنو مستقبلها؟ مستقبله قلت لك اذا احنا ما نشعر بالخطر، مو انا ليش ربطت لك هذا الموضوع؟ ماكو باب تفاهم؟ هو يعني سوف يكون باب تفاهم على الايام القادمه المفروض، اما اذا لم يصل الى باب تفاهم فهي نهايه المطاف. هاي الانشقاقات بالكتل موجوده، يعني هي ليس يعني على المستوى السني فقط، ولكن المستوى السني الان انه اليوم هني نوعد نموذج اصبح شلون تقول الهاله الاعلاميه في كل القنوات، وبعض القنوات بدات تؤجج يعني هذا الموضوع، فاصبح يعني حديث الساعه يعني قضيه محافظ نينوى. قنوات معينة يعني هي اليوم تشتغل بقوة كأنه قضية تجارية، تشتغل بقوة على قدم وساق على هذا الموضوع، فلذلك شوف الترويج الإعلامي لهذا الموضوع. هل إن هم يعني ترى هم ينظروها بقضية تجارية بالضبط، يعني خسرت منصب المحافظ فمعناه أنت خسران قضية تجارية كبرى. هاي إحنا نشوف منتهين منها. أكو أمور دكتور زيد ولا يهونون ضيوفك الكرام، لا هي تحت كواليس البرلمان في بعض الأحيان. احنا حتى موضوع حل مجلس المحافظه للعلم، يعني من قال لك استاذ علي القانمي قال لك مثلا احنا ننظر نظره عامه انه لازم يعني لازم اكو خطه لكل مجالس المحافظات، يعني لا نحصر بنينوى مثلا، يعني هذه فكرتنا ككتله القانون مثلا. احنا ملف حل مجلس المحافظه اصبح ملف صفقه سياسيه، يعني من زعامات معينه في بغداد، زعامات سنيه يعني خليني اقول لا شيعيه ولا كرديه، إذا اتفقوا مع مجلس المحافظة يقولون سوف نرمي هذا الملف في أدراج مجلس النواب حاله حال القوانين اللي صار له عشرات السنين، وإذا لم تأتوا على يعني على الشيء اللي ببالنا سوف نرجع الفقرة مال حل مجلس المحافظة إلى جدول الأعمال، وهذا ما صار. وأنا أكثر من طرح في داخل مجلس النواب ويدري أستاذ علي، بلغتهم قلت إذا القضية صفقات سياسية حل مجلس المحافظة ففهمونا يا هيئة الرئاسة، وإذا القضية قضية قانونية فهذا وخلونا نصوت. هسا حصل تصويتنا على أغلبية أو ما حصل، هاي تبقى عاد على يعني الكتل السياسية وعلى مدى قناعته بحل مجلس المحافظة. جيد. أما أنه نجيب هذا الملف والله راح أدخله والله راح أشيل الملف، يعني أنا أنت قاعد تدخل في قضية ابتزاز. بالضبط، هو هذا اللي اقول لك الابتزاز السياسي. فالقصد لا احد اليوم يطلع ينظر يعني امام قنوات معينه تدعي بحرصه على اهل الموصل ويطلع هو يدعي بحرصه على اهل الموصل، كل هذا كذب. هي صفقه سياسيه، فلان انتصر فلان خسر، المهم كله هي على جراحات اهل نينوى وعلى جراحات اهل مدينه الموصل. انا اقول كفى لهذه الزعامات بصوره عامه، لمن ربح في محافظه نينوى ولمن خسر في محافظه نينوى، اتركوا نينوى على جراحاتها. سمعت قبل ريد يعني مثل ذاك اللي يقول قبل جاء طبيب مدري شلون يحيى الموتى قال لي معود خلي حافظنا على الطيبين هسه على الميتين ما عاد نريدهم. واحد جاله على مضيف قال ابشركم، قالوا له ها خير، قال ابشركم جاء طبيب يحيى الموتى، قالوا عمي، قام له واحد شويه ختيار وحكيم قال عمي طبيبك هذا اللي يحيى الموتى خلي حافظنا على الطيبين، الموتى ما عاد نريدهم، خلونا نحافظ على الطيبين من اهل نينوى اللي تحت الانقاض هسه ما ندور ايش راح تسوون لهم، واللي لحد الان بنهر دجله انت تدري 50 جثه لحد الان بنهر دجله لحد الان ما خلينا نرجع النازحين. النازحين من جهه نطلعهم بعدين، فلا يكون موضوع محافظه نينوى ومجلس المحافظه موضوع للابتزاز. تمنيت انا من زعامات سياسيه سنيه معينه في بغداد، تمنيت انه يكون لهم دور ايجابي، يعني من كان ضغطه على مجلس المحافظة مو لي أنا أجيب شخص تابع لي تابع لأحد الأحزاب ويكون خاضع لي أنا ووقعه على أوراق، لا، تمنيته أنه هاي الشخصيات مثلا مزاحم الخياط وعشرات مثل مزاحم الخياط أقول ادعموا هذا الشخص، هذا نزيه ومو سياسي، وخلونا هاي فترة السبع أشهر بس نخلي الموصل تعبر سلامات إلى أن تجي الانتخابات مع مجالس المحافظات لكل العراق. طيب.